السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولادي حبايبي طلاب السنتر طلاب الأونلاين وطلاب مدرسة صقر عشان ما يزعلوش. تعال نبدأ بقى هنا أول إيه أول حاجة عندنا يا أولاد أنا دلوقتي مثلا ده الفيكتور الأولاني F1 8 نيوتن F2 ب6 نيوتن هو طالب ايه؟ طالب الريزلتنت، الريزلتنت دي هي نفسها الماجنتيود اهي، يبقى الـ F equal بعمل سكوير روت اخد الفيكتور الاول اللي هو F1 مثلا باور 2 بلس F2 باور 2 يبقى equal ها سكوير روت ها 8 باور 2 بلس 6 باور 2 يطلع equal 10 نيوتن. ده اول واحد. بعديها انا عايز اجيب الانجل. الانجل بجيبها ازاي؟ بعمل تان ثيتا على طول. الانجل هي الدايركشن. الانجل هي الدايركشن. يبقى تان ثيتا هي مين على مين؟ الواي باي اكس. الواي كانت ب 8 والاكس كانت ب 6. اعمل شيفت تان 8 على 6 53.7 مينتس. بعدين ده السكيلر برودكت اوف تو فيكتورز A اند B از ديترمايند باي ذا ريليشن. ده سكيلر برودكت. السكيلر برودكت عباره عن ايه؟ عباره عن A B كوزاين بس ال A من غير علامه الفيكتور. شايفين دي غلط. ال A في ال B من غير علامه الفيكتور لانها ماجنتيود A تايمز ماجنتيود B تايمز كوزاين الانجل بتوين تو فيكتورز. الفيكتور برودكت برضه نفس الكلام. ال A B sin theta n direction من غير علامة ال A الفيكتور. ده هنا مثلا مديني فيكتور X ده X وده Y وعايز X minus Y يبقى ايه بقى؟ X اهي وبعدين عايزها minus Y يبقى ال X minus Y. طب تعالى ناخده من هنا احسن. دي X انا خدت X كلها وبعدين الواي جايه عكسها يبقى دي اسمها اكس ماينس واي. دي اكس والواي جايه معاها في نفس الكلام يبقى دي اسمها اكس ماينس واي. طب انت لو بدات من هنا خلاص وانتهيت هنا فعطاك مين؟ عطاك زد ولا عطاك عكسه نيجاتيف زد؟ دي نيجاتيف زد. هو عايز اكس ماينس واي يساوي زد يبقى دي ما تنفعش. طب تعالى ناخد دي دي اكس ودي واي جايه كده الاثنين اتقابلوا في نقطه واحده يبقى دي اسمها اكس ماينس واي يبقى دي اسمها اكس ماينس واي. بس بقى انت بدات من هنا وانتهيت هنا فده الستارتنج ده الاندنج فمين المحصله بتاعتك؟ زد. يبقى ده بيساوي زد. طب ما هو ده اللي عايزه اكس ماينس واي وعايزه بيساوي زد يبقى دي الاجابه. هنا مثلا دي y بلس x وعايز x ماينس y فدي ما تنفعش. دي y بلس x ما تنفعش الاثنين ما ينفعوش. هنا بقى ده الفيرتيكال ده الهوريزونتال والسيتا هنا يبقى السيتا اقرب للهوريزونتال يبقى الهوريزونتال تاخد ايه؟ تاخد الكوزاين. بس هو هنا مديني حاجه ثانيه ده سؤال ثاني خالص. بص معلش بيقول لي هنا ان الريزلتنت فورس مع والهوريزونتال والفيرتيكال كومبوننت قال لي ان الهوريزونتال كومبوننت ب 20 يعني اف اكس مثلا ب 20 ماشي. طب والثيتا بكام؟ قال لي ب 30 طب عايز ايه؟ عايز الفيرتيكال كومبوننت. اقول له دي عبيطه ليه؟ عشان تان ثيتا الفيرتيكال على الهوريزونتال الفيرتيكال على الهوريزونتال فانت تان 30 تان 30 يساوي ايه؟ يساوي الفيرتيكال اللي انا عايزها وانت اعطيتني الهوريزونتال بكام؟ ب 20 اعمل كروس ملتيبليكيشن يبقى الفيرتيكال يساوي 20 ساين 30 يبقى 11.5. الفيرتيكال 20 تايمز ساين 30 فتطلع 11.5. هنا دي الفيرتيكال دي الهوريزونتال ودي السيتا. السيتا اقرب للهوريزونتال من الفيرتيكال يبقى الهوريزونتال اللي هي البي تاخد الكوزاين يبقى البي تساوي الار ملتبلاي باي كوزاين سيتا. طب والكيو تساوي الار ملتبلاي باي ساين سيتا.
يبقى الإجابة الهورزونتال أركوزاين والفيرتيكال أرساين. ده سؤال سهل. ليه؟ أنا عندي كام فيكتور؟ 3 R و L و W. W داونورد و R كده و L كده. هو عايز التلاتة موجودين بنفس اتجاهاتهم ويكون تريانجل. فأقول له سهلة، ال W اهي، ده ال W ماشي، وال R اهي، اهي ال R نفس الاتجاه اهو، W داون ودي R، وبعدين ده ال، يبقى كده ال دي ما غيرتش اتجاهها، اهي مايله شمال، ودي كده اهي، ودي دبليو لتحت ما غيرتش ولا اتجاه، وجمعتهم في التريانجل واحد. الكلام ده موجود هنا اهو، اهو دبليو ار ال، دبليو ار ال، يبقى ده مظبوط. هنا السكيلر برودكت of two vectors يبقى maximum. السكيلر يعني ال A dot ال B. ال A dot ال B عايزة ايه؟ maximum. او مقايل له يبقى كوزاين. اعلى قيمة للكوزاين واحد. اعمل شيفت كوزاين واحد تطلع زيرو. يبقى الاجابة زيرو. هنا الماجنتيود of vector A and B. ال A ب 10 والبي بي 20 والانجل بتوين بي 60. عايز سكيلر برودكت، اقول له اي بي كوزاين ثيتا، الاي ب 10 والبي بي 20 تايمز كوزاين 60، فتطلع كوزاين 60 بهاف في 200. هنا بيقول لي الانجل بتوين التو فيكتورز اي اند بي ثيتا، فبيسألني A كروس B بلس P كروس A، أقول له زيرو، لأن ده لو بيساوي C ده نيجاتيف C، فيبقى بلس يدي زيرو. هنا بيقول لي إن الماجنتيود أوف بيربنديكولار فيكتورز، يبقى هما اتنين بيربنديكولار، واحد ب 3 والتاني ب 5. حلو أهو 3 و 5. قال لي لو الفيرتيكال فيكتور اللي هو ده مثلا، قال لي روتيت باي 60 اهو، لف كده 60، يبقى الانجل بقت ما بين التلاتة والخمسة بقت 30. عايز يحسب الفيكتور برودكت، اقول له الفيكتور برودكت يبقى بقت اي بي ساين سيتا، فالاي بكام؟ بتلاتة، والبي بخمسة، ساين كام؟ ساين 30 بقى تدي 7.5. هنا اتنين بيربنديكولار، يبقى الكوزاين 90 بزيرو والساين 90 بوان، يبقى الاي دوت البي بزيرو والاي كروس البي ماكسيموم. ابص بقى في الاختيارات بعد ما كتبت الجيفن بتاعتي، عايز الاوبريشن الايكوال زيرو. مين الايكوال زيرو؟ الدوت، يبقى الاكس دوت الواي. هنا برضو لسه حلينا تطلع 11.5، هي نفس السؤال. السؤال ده ماشي هنحله مش مشكلة، ده بتين وده بتين، دي ما فيهاش اي مشكلة عشان دي على الاكس. مين اللي مش موجودة ولا على الاكس ولا على الواي؟ التين دي. طب كل دي 120 تبقى دي كام؟ سيتا هنا بكام؟ 60. بقت دي اللي قريبة للايه؟ للسيتا، يبقى دي اللي تاخد الكوزاين، يبقى دي 10 كوزاين 60. طب ودي 10 ساين 60، بقى كام بقى؟ خلاص دي بتتشطب بقى، دي بتتشال، دي كلها بتتشال بقى، خلاص دي بتتشال. بيبقى عندي ادي واحدة وادي التانية وادي التالتة، اخد دي، اخد دي الواي، في غيرها؟ مفيش غيرها، يبقى اف واي تساوي 10 ساين 60، يعني 5 روت 3. 5 روت 3 ده الاف واي. طب اخد دي 10 ودي 10 كوزاين 65، يبقى 10 ماينس 5 يبقى الاف اكس ب 5، خلاص خلصت. يبقى اف واي معاك واف اكس معاك، عايز ايه بقى؟ عايز الماجنتيود. يبقى سهله،
هقوم قايل له كده الاف ريزلتنت بيساوي الاف اكس باور 2 اللي هي 5 باور 2 بلس الاف واي باور 2 اللي هي 5 روت 3 اول باور 2. هيطلع الاجابه الثانيه. بعد كده بيقول لي هنا بقى الشيب كانت متجهه النورث اهي بفيلوستي 12 كيلومتر بير اور. بعدين حصل لها ديو تو تايد نتيجه للرياح حصل لها ديفييت انحرفت في اتجاه الويست. سوري اسف في اتجاه ويست. يبقى ده الويست. يبقى ده في واحد. خلينا نرسمها تاني معلش اهي عشان تبقى واضحه معاك. ده النورث والفي واحد ب 12 كيلومتر بير اور نتيجه للرياح. المركب حصل لها ديفيت انحرفت في اتجاه الايه؟ الويست. بكام بقى؟ في 2 15 متر بير سكند. عايز الريزلتنت فيلوستي. يبقى الفيلوستي في بتساوي سكوير روت اخد الفي واحد باور 2 بلس الفي 2 باور 2 يبقى ايكوال الفي 1 بكام؟ ب 12 باور 2 والفي 2 15 باور 2 يطلع 19.2 كيلومتر بير اور. عايز الدايركشن او قايل له تان ثيتا واخد مين على مين؟ اخد الواي على الاكس يعني في 1 اللي هي 12 على في 2 اللي هي 15 واعمل شيفت تان ثيتا. لما اعمل شيفت تان ثيتا 12 على 15 تطلع حوالي 22 ديجري. السؤال بعد كده هو نفس الكلام نورث 80 اهي نورث 80 في 1 ب 80 وبعدين ويست ب 50. عايز الريزلتنت الابيرنت فيلوستي يعني الريزلتنت. يبقى الريزلتنت فيلوستي هي عباره عن ايه؟ هنا بقى عايز ماجنتيود اونلي. اعمل سكوير روت اخد ال 50 باور 2 بلس ال 80 باور 2 واطلع القيمه بتاعتها تطلع كام. ده كان الهوم ورك. تعال بقى نحل التيست 2 اللي كان موجود في ريفيجن الحصه اللي فاتت. اول سؤال يا اولاد بيقول لي هنا ان الدنسيتي اوف ليكويد از ميجرد باي هيدروميتر. الهيدروميتر ده تو ميجر الليكويد دنسيتي بطريقه دايركت. بطريقه ايه؟ دايركت. فلقاها ان الريل بتاعها 10 باور 3 بلس اور ماينس 1. لو عايز اجيب الريلاتيف بعمل ابسليت على الريل يعني 1 على 10 باور 3. عايزها بالبرسنت اعمل لها تايمز 100% فتطلع 0.1%. يبقى الاجابه دايركت و 0.1%. السؤال اللي بعده هنا دكتور زكي وال وان عايز انه ايكويشن از انكوركت. اخدهم بالراحه. كي بلس ان يساوي زيرو. الكي والان ايكوال واوبوزيت دايركشن يعني لو ده بوزيتيف يبقى ده نيجاتيف فلو ده 5 ده نيجاتيف 5 فلو عملت لهم بلس لازم يطلع زيرو. يبقى دي رايت. يبقى دي اجابه صحيحه. هو عايز الانكوركت غير صحيحة. يبقى الكي ماينس الان. الكي ماينس الان يعني لو دي 5 ماينس ماينس 5 يدي 10. يبقى كي خليك احسن خليني عملتهم بارقام انا اهو. اول واحدة دي 5 تبقى دي نيجاتيف 5 اهو فبعمل كده 5 ها بلس نيجاتيف 5 فطلع 0. يبقى دي اجابة صحيحة. انما دي 5 ماينس نيجاتيف 5 يدي 10 وال10 ده بيساوي 2 كي. 2 كي صح اجابه صحيحه. ها كي تساوي ان؟ لا خلاص هي دي الانكوركت خلاص خلصت. طب الكي بلس الان بلس ال يساوي ال اكيد لان دي 5 ودي نيجاتيف 5 هيروحوا مع بعض يبقى ال بيساوي ال. اللي بعده بيقول لي السكيلر برودكت اوف فيكتورز اند ذا ماجنتيود اوف زير فيكتور برودكت ايكوالايز. يعني الـ AP كوزاين يساوي الـ AP ساين
يساوي الاي بي ساين. الاي بي تروح مع الاي بي. الكوزاين بتساوي الساين لما يبقى 45. طب لو انت ما تعرفش اعمل الايكويشن كلها ديفايدد باي كوزاين، فتعمل دي ديفايدد باي كوزاين ودي زيها ديفايدد باي كوزاين، فدي كوزاين على كوزاين يدي واحد، ساين على كوزاين يدي تان، اعمل شيفت تان 1 تطلع 45. هنا ده الاكس بملي سكند والواي بالمايكرو، وعايز يعمل اوبريشن بلس اخليهم الاثنين سكند، يبقى دي هعمل لها تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3، ودي مايكرو اعمل لها تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 واجمع، يبقى 250 في 10 باور نيجاتيف 3 واعملها كده في براكت بلس. ها ال 1500 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 واعملهم بلس هيطلع 0.02515. هنا الهايت بتاع طالب اهو والهايت بتاع اذر هو ده، يعني ده اكبر من ده، يبقى السكند ها تولر زين اطول من الفيرست بقد ايه؟ اعمل ده ماينس ده، لو بعمل ماينس الريل ماينس ريل اهو الريل ماينس الريل. طب والايرور بعمل لهم بلس، يبقى 0.05 بلس 0.05، يبقى ده ريل ماينس ريل يطلع كام؟ يطلع 0.15 بلس اور ماينس ها 0.1، يبقى الاجابه دي دي بقى اولاد عايز التان، فانا قلت التان فاي واي على الاكس يبقى اف واي ديفايدد باي اف اكس. هو عطاني جيفن ان الاف واي بكام؟ ب 2 اف اكس على الاف اكس، ده يروح مع ده يبقى 2، شيفت 10 2 تطلع 63. اللي بعده هنا عايز مور اكيوريت، مور اكيوريت يبقى اقل ريلاتيف ايرور، يبقى اجيب ده ريلاتيف 20 على 350 وده 10 على 335 وده 15 على 340 وده 10 على 320، هيطلع اقل ريلاتيف هو ده، يبقى هو ده المور اكيوريت. هنا دي عندي هنا يساوي ك في ار في في، عايز الكونستانت ك او قايل له ك بتساوي الك تايمز مين؟ ار في في، يبقى ار في في يروحوا بالديفايدد ويتبقى مين فوق؟ اف. الفورس هو عطاني الدايمنشنال فورمولا بتاعتها، هو عايز الميجرنج يونت. طيب يبقى الفورس ايه اليونتس بتاعتها؟ كيلو جرام دوت متر دوت سكند باور نيجاتيف 2. طب وايه الار دي؟ الار دي ادور عليها، الار دي هي ايه؟ هو قال لي كده ان ده فيلوستي في اند اتس افكتد باي ريزيستنس دي الاف، ده راديوس، يبقى الار ده راديوس، الراديوس بقى بالمتر والفيلوستي متر دوت سكند باور نيجاتيف 1، المتر تايمز متر يدي متر سكوير واشيل دي. هنا بقى بعمل ديفيجن، كيلو جرام مفيش غيرها تحت تنزل زي ما هي، ها دي متر باور 1 ودي متر باور 2، يبقى متر 1 ماينس 2 يدي نيجاتيف 1. طب دي سكند نيجاتيف 2 اهي ماينس ماينس 1 فتبقى كيلو جرام متر نيجاتيف 1 سكند نيجاتيف 2 بلس 1 يدي نيجاتيف 1، يبقى دي الاجابه. هنا عايز الديستنس، هات الديستنس الاول قبل ما تكعبلها، 1 و 3 4، 4 و 2 6، 6 و 2 8، 8 و 1 9، يبقى التوتال ديستنس هو عايز التوتال ايه؟ ديسبليسمنت على طول، مش عايز توتال ديستنس ولا حاجه، يبقى وصل الستارتنج بالاند اهو. عايز بعد كده تجيبها سهله، ترسم فيرتيكال لاين من عند الاند وتكمل الهوريزونتال كده، يبقى بقى معاك رايت انجل. انت عايز ده الهايبوتنس بتاع الرايت انجل ده، حلو
ده كله 3، ده كله 2، يبقى الجزء ده بكام؟ ب 1 متر، يبقى ده جبت 1 متر. طب ده ب 2 وده ب 1، يبقى ده 1 و2 اهو متقسم كده 1 و2، 1 يبقى السايد ده كله ب 4. يبقى الديسبيسمنت هنا بقى ديسبيسمنت ايكوال سكوير روت 1 باور 2 بلس 4 باور 2، يطلع سكوير روت ايه؟ 17 متر. السؤال اللي بعده، ده الراديوس اوف سيركل اهي، ده قيمته، ده الراديوس وهو عايز الايه؟ الاريا. فالاريا اوف سيركل اهي يا ولاد، اريا ها اوف ايه؟ اوف سيركل. هالاريا بتاعت سيركل دي عباره عن ايه؟ القانون بتاعها هو مديهولي باي ار سكوير. يبقى حاله مالتيبليكيشن، حالات المالتيبليكيشن يا اولاد ليها 3 خطوات. الخطوه الاولى نحسب الريل بتاعها، الخطوه الثانيه نحسب الريلاتيف، الخطوه الثالثه نحسب الابسوليت ايرور، اخد الريلاتيف تايمز الريل. يبقى خلينا في الخطوه الاولى، ريل الاريا. ريل الاريا دي عباره عن ايه؟ عباره عن الباي اللي هي 22 ديفايدد باي 7 في الراديوس اللي هو 10.5، اعمل له اول باور 2 تطلع 346.2 متر سكوير. ده الايه؟ ده الريل. طب عايز تجيب الريلاتيف بقى، الريلاتيف للاريا. الاريا عباره عن باي، ده باي ده ما فيهوش خطا، ده ثابت. انما الراديوس ده هيتقاس مرتين، يبقى هتجيب الريلاتيف بتاعته مرتين وتعمل لها ايه؟ وتعمل لها بلس. يبقى ريلاتيف راديوس بلس ريلاتيف ايه؟ راديوس مره ثانيه. طب ريلاتيف الراديوس عباره عن ايه؟ عباره عن الابسوليت على الريل، يعني 0.2 على 10.5 وتعيدها مره كمان 10.5، فيطلع معاك 0.038. جبت الريلاتيف ومعاك الريل، جبت الريلاتيف ومعاك الريل، هات الابسوليت ايرور. يبقى الابسوليت ايرور بتاعت الاريا ايكوال، تاخد الريلاتيف اللي انت جبته اهو 0.38 تايمز الريل اللي هو 346.2، فيطلع الاجابه عندك 13.1 متر سكوير. تقوم تقول له يبقى الاريا ايكوال ايه بقى؟ الاريا ايكوال ها 346.2 بلس اور ماينس 0.038 متر سكوير. ادي الاجابه، ادي الاريا. كده وصلنا لنهايه حلقتنا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بالهوم ورك وحل الهوم ورك وحل التست 2. اوعوا تنسوا شعارنا الفيزيكس، تحبها تحلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولادي حبايبي.